خليني أخذ كمان مكالمة من الأخت نهال. أخت نهال تفضل، أنت معانا على الهواء. ألو، مساء الخير يا حضرة القسيس. بشكر حضرتك جدا لأنك مهتم بخلاص المشاهدين، وهدخل على طول في الموضوع لأن حضرتك شرحت شرح وافي. النقطة بتاعتي علشان وقت البرنامج إنه موضوع لاهوت المسيح ده موضوع المواضيع، لأنه مش بس لب المسيحية، ده لب الحياة كلها، لأنه بدونه لا خلاص ولا حياة أبدية. فمعلش يا أخويا المشاهد، ابذل مجهود شوية واصرف الوقت، مش قادرة أقول ضيع الوقت، لأنه البحث في هذا الموضوع بالذات في خلاصك فهو افتداء للوقت وليس لضياعه. عايزه اقول ان النقطه الرهيبه الشائكه اللي مش قادرين لاخواتنا المسلمين يتقبلوها ولا حتى شو جهوة، هو ان يسوع هو الله الظاهر في الجسد. ده معناه ان الله تنازل واخذ صوره انسان، واحنا مش بنقول ان الله تعالى يعني الانسان عملناه اله، لا ده بالعكس تماما، وده ما ينزلش مقامه، بالعكس ده يزوده ويزود قدره ثانية. هو ده اللي بيميز المسيحية عن كل الديانات الأخرى، إنه علشان بيحبني وبيحب حضرتك يا حضرة القسيس وبيحب الدين تنازل ودفع الثمن علشان فعلا يكون لينا حياة أبدية. فياريت كل واحد بأمانة وبصدق يشكره على هذه العطية ويتقبلها ويقول له أشكرك يا رب، وربنا يبارك. ويباركك يا أخت نهال، مسرور أن أسمع منك، الرب يباركك أيضاً.